يوسف نعم فرقة ولا عادية؟ ان شاء الله يا جماعه نبدا فيها المحاضره ان شاء الله تعالى. المحاضره بتاعت النهارده بتتكلم على الفكر او التطوير بتاع الفكر بتاع التسويق بحد ذاته. يعني كان التطوير زمان ماشي ازاي وقعد اتطور لحد ما وصل للمرحله اللي احنا شغالين فيها حاليا دلوقتي. زمان قبل الثوره الصناعيه والحاجات دي كلها كان معدل الانتاج بتاع اي مصنع او اي شركه كان بطيء جدا وقليل جدا، وبالتالي كان الطلب على المنتج اكتر بكتير جدا من المعروض، فاي منتج بتعرضه بيتم يبيعه على طول، ما كانش محتاج سياسه تسويق قد ما محتاج انه يزود الانتاج بتاعه. فبدايه الفكر خالص اول حاجه قال لك خلاص، اول حاجه بدا يركز على الانتاج بتاع المنتج نفسه في البدايه خالص، بحيث كده كده اصلا السوق كده كده محتاج، فاللي هينتجه هيبيعه. يبقى اول حاجه بدا يركز في البدايه اي منتج بالنسبه له، بدا يركز على حجم انتاجه، وبدات بعد كده المنافسه بدل المنتجات الموجوده في السوق بكثره زي ما بيقولوا، بدا بعد كده المفاضله ما بين المنتجات وبعضها. فبقت الحاجه اللي تخليك موجود في السوق الحاجه اللي يكون مثلا سعرها كويس، الكواليتي بتاعتها كويسه. بدا من هنا بقى اول حاجه فلسفه التوجه بالمنتج نفسه، بدا ازاي يهتم بالمنتج. فلو ان في علاقه ما بين الكميات المباعه وتكلفه الوحده، بمعنى كل ما يكون عندك كميات بتبيعها كتير او ماس برودكشن زي ما بيقولوا، تكلفة الإنتاج بتاعت الوحدة بتقل معاك، فبدأ يخش الإنتاج مع الجودة في نفس الوقت، يزود الكميات اللي بيقدر ينتجها على أساس إن كده كده الطلب موجود في السوق أكتر من المعروض، فبالتالي كده اللي هتنتجه هتبيعه. ونظرا لوجود منافسة بين الأسواق وبعضيها، إن في عندك منتج مثلا موجود أكتر من شركة، فعشان تنافس بينك وبين الشركات المنافسة بدأت تهتم بالمنتج نفسه بحد ذاته. الحاجتين الاساسيتين اللي بيبص عليها الكاستمر او العميل بشكل عام هو التكلفه بتاعته، سعر بيعه، وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعته. فبداوا يهتموا في اول مرحله خالص انه يزود حجم الانتاج بحيث يقلل تكلفه انتاجه ويقدر يبيعه بسعر مخفض الى حد ما، وفي نفس الوقت يحافظ على الكواليتي او الجوده بتاع المنتج بتاعه. يبقى اول سياسه بداوا فيها في تطوير او المنتج بالنسبه لنا او التسويق بتاعنا هو الفكر، الاهتمام بالمنتج والانتاج بتاعه. يبقى دي اول فلسفه او اول سياسه بشكل عام. بعد كده نتيجه بقى خلاص الثوره الصناعيه وكلام من ده، بدات تخش بعد كده فكر البيع والمبيعات. دي جت منين بقى؟ نتيجه ان حجم الانتاج بقى موجود بكثره زي ما بيقولوا، اللي حد عايزين بقى يشوفوا ايه، يعني ازاي هتعرف تبيع المنتج بتاعك دوت؟ انت خلاص بقى عندك منافسين في السوق وعندك بضاعه كتير عندك في المخازن بتاعتك، انت مش عايز تخسر، عايز تشوف ايه الطريقه اللي من خلالها تقدر توزع المنتجات بتاعتك. بدات من هنا تظهر موضوع عمليه البروموشن والترويج والدعايه والاعلان والحاجات دي كلها. بدات تتوجه في الحاله دي بقى سياسه البيع او فلسفه البيع والمبيعات، بدا يركز على البيع والمبيعات، ايه الطرق اللي من خلالها يزود حجم مبيعاته، ازاي يعمل دعايه معينه، ازاي يحط مثلا تخفيضات على المبيعات، ازاي يحط حاجات تجذب الكاستمر انه يشتري المنتج بتاعه. هنا ما كانش بيهتم بالكاستمر هو عايز ايه، لا هو عنده منتجات وبيركز ازاي يبيعها. عشان كده تبقى الفلسفه الثانيه نتيجه كثره الانتاج اللي موجوده في السوق، ودلوقتي بقى حجم المعروض في السوق بقى اكتر من الحد المطلوب منه، بدات كل شركه تركز ازاي تبيع منتجاتها وازاي تروج لها. ودي السياسه الثانيه اللي بدات تظهر في عمليه التسويق بشكل عام. وهتلاقي هنا العلاقه ما بين الشركات مع العملاء على طول، يعني الشركه حتى ما عندهاش فيدباك العميل عايز ايه، لا الشركه بتنتج زي ما بتنتج، هي شغاله مثلا في السجاد عماله تنتج في سجاد. طب هو عايز حاجه مقاسات معينه، عايز ابعاد معينه، عايز كواليتي معينه، لا هو مركز ايه اللي ببيعه اللي بنتجه، حد ايه من المبيعات بتاعتي هيراعي يظبط الدنيا ويبيع لي الكلام دوت. لو عايز دعايه نعمله دعايه، لكن هو مش فاهم الفيدباك بتاع الكاستمر ايه. احيانا بيبقى مثلا محتاجين مثلا مقاسات معينه، في احيانا على مقاسات صغيره شويه، الحاجات دي كلها بتنمي مبيعات الشركه مع الوقت. لما لقوا بعد كده ان برضو في المبيعات برضو مش يعني الزياده بتاعتها مش الزياده المطلوبه، كانوا عايزين اكتر من كده وبتاع، بداوا يدرسوا السوق. ودي كانت بدات فلسفه التسويق بشكل عام، بدات تخش بعد كده قال لك لا احنا نجيب ايه المشكله اللي عندنا بحيث ننمي عمليه المبيعات عندنا خالص. فبدأ طور التسويق قال لك طب احنا ناخد ايه الفيدباك بتاع العميل اللي بناء عليه اطور المنتج بتاعي، بحيث هو عايز مواصفات معينه، كواليتي معينه، اسعاره شكلها عامله ايه، اللي موجود في السوق، اسعار المنافسين، الكواليتي بتاعتهم، انا فين من السوق، هعرف يعني التارجت بتاع الشريحه اللي بشتغل عليها
اعرف هي فعلا اللي بنافس عليها بالفعل. طب الناس المنافس بالنسبه لي بيقدر ازاي يجذب الزبون اكتر مني؟ طب ايه نقطه الضعف بتاعه هو؟ طب ايه نقاط القوه اللي عندي او الضعف اللي عندي؟ بحيث تنمي القدرات اللي عندك، وبدا من هنا فكر التوجه بالتسويق يظهر في السوق، وبدات عمليه التسويق والترويج اكثر ما يكون. هنلاقي هنا العلاقه ما كانتش ماشيه بقى بين الشركه والعملاء، لا بقى بين الشركه والعميل، وين يجي فيدباك من العميل للشركه بحيث يطور المنتج بتاعه، بحيث يوصل للشكل الامثل اللي هو راضي عنه وساتسفاي، بحيث في الاخر يبقى هو بالنسبه لك دعايه للشركه، ويقدر في النهايه يزود لك حجم مبيعاتك. لان دايما في التسويق انت مش مجرد انك بتجيب زبون وخلاص، انت بتحاول تجيب زبون تضمن ولائه، بحيث في الاخر يبقى هو بحد ذاته بالنسبه لك انت دعايه يقدر يجيب لك كاستمر تاني غيره. وان شاء الله في الكورس قدام كده شويه هنشوف بعض الحاجات اسمها الكي بي ايز بالنسبه للتسويق، ازاي بنقدر نحسبها، وازاي نعرف احنا حققنا التارجت بتاعتنا ولا لا، والخطه بتاعتنا. بدات بعد كده موضوع الفلسفات نفسها تتطور شويه. بس قبل ما نخش الحصه دي، في مقارنه بسيطه كده ما بين نوعين التسويق، اخر نوعين التسويق بالنسبه لنا بتاعه الاهتمام او فلسفه البيع والمبيعات، مقارنه بالماركتنج اورينتيشن او التسويق او فلسفه التسويق بحد ذاتها. هنلاقي ان كل فلسفه من دول او كل استراتيجي من دول كل واحد بيركز على حاجه. لو بنتكلم عن المبيعات هو بيركز على البائع نفسه، لان هو ده اللي هيبيع له في النهايه، فبيشوف البائع عايز ايه ويحاول يوفره له. عايز منتج معين هجيبه لك، عايز تعمل لك دعايه، عايز نعمل لك ديسكاونت معينه، نعمل لك مثلا تسهيلات بحيث تقدر تحقق التارجت بتاعك. طب لو انت مثلا حققت لك تارجت مثلا معين هيبقى ليك بونص بالشكل الفلاني، بحيث يركز. هو مركز بس على البائع، مش بيركز على الكاستمر هو عايز ايه. هو بيشوف البياع هيقدر يبيع له ايه، وبيركز معاه ايه احتياجاته، وبيركز يحاول يلبي له كل الطلبات بتاعته. هنلاقي النقيض بالنسبه لنا في التسويق، لا بيبص على البائع خالص، هو بيبص على المشتري، لان في الاخر الكاستمر هو اللي هيشتري مش البياع. صحيح البياع شاطر وبيقعد يقنع ناس كتير، بس برضه الى حد ما لما يكون المشتري المنتج اللي معروض قدامه هو بالفعل في حاجه ليه او بتمس احتياجاته او التزاماته، فتلاقيه اقرب ما يكون ان هو يروح يشتري المنتج اللي انت بتتكلم عنه. انت دورك لما تكون حاجه زي كده بتحاول بقى تحسن من الكواليتي بتاعتك بتاع المنتج بتاعك، بحيث في النهايه تقدر تجذبه ويبقى عندك العميل بتاعك انت مش بتاع شركه ثانيه، او تخطفه من شركه ثانيه يبقى العميل بتاعك انت في النهايه. سياسه المبيعات بشكل عام بتحاول تركز على ازاي تحصل على الاموال عن طريق مبادله السلعه بتاعتها. هتبيع وتدي للتاجر الاسعار بتاع الحاجات المنتجات بتاعته، وفي الاخر تاخد الفلوس بتاعتها وخلاص. لكن هو ما بيبصش العميل ساتسفاي بالموضوع بتاعه او المنتج ولا لا، ولا لا سوري، هل العميل عنده ملاحظات في المنتج بتاعه؟ هل في حاجه مثلا في المنتج اللي هو انتجه دوت في مشكله فيه، في تقصير فيه، في حاجه محتاجه مثلا تتحسن اكتر بحيث يبقى العميل اكثر ساتسفاي ليه؟ السياسه بتاعت التسويق هو طبعا عشان هو مركز في الاول وفي الاخر على الكاستمر، بيركز في الحاله دي او السياسه دي على اشباع حاجات ورغبات المستهلك بتاعه. احيانا زي ما قلنا قبل كده كان في بعض الشركات كانت بتنتج مايك ويفز، الكواليتي بتاعته عاليه جدا، سعره ممتاز وكل حاجه، لكن حاجه بعته في السوق مش قد كده، وهم مش عارفين ايه المشكله. لما بداوا ينزلوا في السوق ويحللوا الدنيا لقوا ان المنتج بتاعهم عيبه حاجه واحده بالنسبه، عشان كده الناس ما عندهاش اقبال، الحجم بتاعه اكبر من الحجم الستاندر بتاع المطابخ اللي هم كانوا بيستخدموها، وبالتالي اللي هيشتريه هيبقى عامل له عائق في انه يجيبه في المطبخ عشان يحطه في مكان معين، يا اما هيتفصص له مكان غير المكان بتاعه. لما عرفوا المسبب المشكله ايه، بداوا يعدلوا في الديزاين بتاعهم بحيث يتماشى مع المواصفات الفنيه اللي مطلوبه للسوق او للعميل نفسه. حجم المبيعات بتاع المنتج بتاعهم عالي الى اقصى درجه، وبقى يعتبر السوق رقم واحد في السوق بالنسبه للمنتج بتاعهم ده. فده فعلا مهم بالنسبه لنا، يبقى عندنا فيدباك من الكاستمر بتاعي، اي ملاحظات عندي. ممكن يبقى المنتج بتاعي رقم واحد و10 10 لكن برضه ما بيبيعش كويس، فلازم نحلل هو ما بيبيعش ليه. هل عشان عندي فيه منافسين افضل مني؟ هل انا عندي المنتج بتاعي فيه مشكله ما؟ فلازم اركز هو محتاج ايه، وايه القصور اللي عندي لو موجود عندي قصور، وايه الضعف اللي عند المنافس بالنسبه لي، عشان اركز على النقاط دي بحيث في الاخر اقدر اجذب الزبون على المميزات اللي عندي وموجوده عند غيري ضعف عنده بالنسبه له. يبقى كده باختصار كده الفرق ما بين سياسه المبيعات وسياسه التسويق. المبيعات بتركز على البائع نفسه، لكن التسويق بيركز على الكاستمر او المشتري. المبيعات بتحاول تركز على الحصول على الاموال عن طريق مبادله الاسعار، لكن
في التسويق بيركز على اشباع حاجات الكاستمر، بحيث يبقى دايما في استمرار ما بينه او في علاقه او كونتاكت ما بينه وبين العميل على طول، بحيث يبقى الولاء متواجد وان شاء الله حجم المبيعات برضه معاه يزيد. بعد كده طبعا بقى نتيجه الرفاهيات اللي موجوده عندنا، بدات تيجي عندنا فلسفه التوجه بالنسبه لمفهوم التسويق الاجتماعي. بمعنى ايه؟ ان المنتجات اللي انت بتحاول تسوقها بتبقى اهم حاجه منتجات لا تضر بمصلحه البيئه ولا مصلحه المستهلك. ودي يعني لحد ما لا تعتبر رفاهيه شويه، يعني الى حد ما بعض الشركات ما بتهتمش بالقصه دي. يعني احيانا بعض الماتيريالز المستخدمه في بعض مثلا صناعه الالعاب او حاجات زي كده، الماتيريال ممكن احيانا تبقى رديئه شويه، ممكن تسبب بعض المشاكل الصحيه للاطفال او لاي كان بيستخدمه. الحاجات دي بداوا لا بقت بتاثر على حجم المبيعات لما تكون الدعايه المنافسه ليك انت موجوده عندك في السوق. لو عندك في عميل تاني يقول لك احنا بنستخدم ماتيريالز معينه بمواصفات معينه محافظه للبيئه محافظه على الصحه وكلام من ده، بدات الحته دي تجذب اكبر قدر من الناس، لان طبعا الصحه غاليه على الناس كلها بشكل عام. ده جدول كده بسيط بيحاول يعمل مقارنات ما بين الاربع فلسفات المستخدمه بشكل عام، وكل واحد كان بيركز على ايه. فلقينا اول حاجه عندنا، لو حبينا نلخص الجزء اللي احنا بنتكلم عليه من شويه دوت كخلاصه، ان اول فلسفه بتاعت التوجه بالمنتج دوت هنا بيركز اكتر على المنتج، سواء تكلفته سواء كودته او سواء المواصفات الخاصه بيه بالنسبه بما يرضي او بما يعني يتماشى مع العميل. الحاجه دي او السياسه دي بنلجا ليها امتى؟ لما يكون حجم الانتاج بتاعي كبير، يعني انا عندي منتج معين وانا في السوق محتاجينه بكميه كبيره جدا، وعشان المنافسين موجودين فاقدر انزل السعر بتاعي، فاقدر نتيجه الحجم الانتاج الموجود دوت فعلا بحجم الانتاج الزياده عندنا في علاقه عكسيه ما بين حجم الانتاج وتكلفته. كل ما حجم الانتاج زاد كل ما تكلفه انتاجه قلت معايا. وبالتالي يبقى السياسه دي تبقى سياسه ممتازه جدا في حاله لو انت عندك منتجات فعلا قادره انك تعمل منها كميات كبيره جدا. فلسفه التوجه بالبيع او المبيعات حسب ما بيسموها كده يعني، طبعا هو هنا في الحاله دي بيحاول يركز اكتر على البيع وحاجاته، بيركز اكتر على ترويج السلعه بحيث تساعده في حجم عمليه المبيعات. ودي بتبقى مناسبه لما تكون انت عندك مبيعات وعايز تزود التارجت بتاعتك، بتحاول تزود بقى الدعايه بتاعتك شويه، بتعمل دعايه زي ما بيقولوا في السوق دعايات بدات غامضه شويه، بحيث قادر تخلي العميل عنده فضول يعرف ايه المنتج ده. ودي استخدمها في فتره كده من الفترات، عندك منتج كده بيتم اعلان ايه مجرد اسم، مش عارف ايه الاسم ده اساسا نفسه بيه ايه، لحد في النهايه ايه اول ما بينزل في السوق الناس كلها عرفت ده الاسم ده بتاع مش عارف شركه كذا عشان كذا، وتلاقي الدنيا بتاعتها ايه اتعرف بسهوله جدا بعد كده عند الناس كلها. دي احدى سياسات الترويج بشكل عام للمنتجات اللي بيستخدموها. الفلسفه الثالثه بتاعت التسويق كان بيركز اول حاجه على الكاستمر بتاعه او المستهلك بتاعه، ثاني حاجه بيركز على الاحتياجات الخاصه بالعميل بتاعه، ثالث حاجه بيحاول يخلي الحاجه بتاعته دي معموله بكواليتي عاليه جدا بحيث في الاخر تشبع رغبات العميل بتاعه، وبتحاول تحافظ على البيئه الخارجيه للعميل. ويبقى الهدف في الاخر والسياسه دي متابعه في حاله انك هدفك من الربح انك ترضي العميل بتاعك بحيث تخسر يجي لك حجم مبيعاتك يزيد معاك. يبقى هنا مركز في الفلسفه دي على الحاجات العميل يكون محتاج لها اكتر، مش الحاجات اللي هو بيعرف ينتجها اكتر. الاخر حاجه خالص بالنسبه لنا هي موضوع المفهوم الاجتماعي للتسويق، ان هو بيحاول بقى يدمج عمليه التسويق بحيث تبقى المنتجات بتاعته دي غير ضاره لا بالمنتج بتاع بالمستهلك بتاعه ولا بالبيئه بشكل عام. بتبقى تعتبر دي المقارنات السريعه بين مراحل التطوير بتاعت فكره التسويق بشكل عام، من اول ما بداوا التسويق خالص لحد الوقت الحالي اللي احنا شغالين فيه حاليا دلوقتي. طبعا دلوقتي بدا يخش بقى السوشيال ميديا معانا والحاجات دي كلها تخش معانا في المبيعات، ودي ليها يعني صولات وجولات زي ما بيقولوا. هنحاول في وقت ان شاء الله بالنسبه للجزء ده نتكلم عليه ببساطه. هنتكلم على حاجه اسمها الكي بي اي، دي عباره عن حاجه اسمها كي انديكيتور، كي بيرفورمانس انديكيتور، دي عباره عن مؤشرات بتقدر تستخدمها عشان تشوف التارجت بتاعك اللي انت بتشتغل فيه دوت بيتحقق معاك مظبوط ولا لا، والارقام اللي بتطلع دي تعني ايه بالنسبه لك. والكي بي ايز دي بتستخدم في كل حاجه، بتستخدم في الانتاج، بتستخدم في المينتنس، بتستخدم في الادعاء والتسويق، اي مجال اللي انت بتشتغل فيه بيبقى ليه كي بي ايز بتاعته الخاصه بيه. هنتكلم شويه بالتفصيل كده على موضوع الكي بي ايز الخاصه بالتسويق، وازاي نقدر من خلال بعض الايكويشنز البسيطه نطلع منها من كونكلوجنز معينه احنا بنحقق التارجت ولا لا، والتوصيل في انهي حته خلال تنفيذ الخطه بتاعت التسويق بتاعتنا.
طيب نقدر نقول التسويق دوت بينفع او بيستفيد منه المستهلك في ايه؟ ده عندنا هنا في بعض الحاجات الاساسيه، المنافع اللي بيقول لك يحققها التسويق. ايه مقصود بكلمه المنافع اللي بيحققها التسويق؟ التسويق بشكل عام بيبقى ليه مردود ايجابي بالنسبه للعميل نفسه اللي بيستخدمه. نظرا ان التسويق موجود بشكل قوي في الفتره اللي احنا فيها ديت، هنلاقي عندنا هنا التسويق ليه حاجه اسمها منفعه شكليه او مضمونيه، او في حاجه اسمها منفعه زمنيه ومكانيه والحاجات دي كلها. والمقصود بكل واحده من دول ليها شويه حاجات بسيطه جدا. اول حاجه بالنسبه المنفعه الشكليه بالنسبه لك، المقصود بيها ايه؟ ان الشركات المتنافسه بتحاول تطلع لك منتج بشكل انت بالنسبه لك يبقى جذاب وتحاول تقفليه في النهايه. زي ما قلنا هنا مثلا، حتى مدي المثال بتاع المايكروويفز دوت، لما لقى عنده هنا بدا مشكله عنده في الدايمنشنز بتاعته، بدا يعمل التعديل بتاع المايكروويف بالنسبه له عشان يتناسب مع الكاستمر بتاعه، ويعتبر احد المنافع الشكليه للمنتج. احيانا بيبقى في عندنا بعض السلع الموجوده عندنا وخاصه بالهدايا، مثلا بتبقى الهديه من جوه ما فيهاش حاجه، لكن الغلاف بتاعها شكلها رائع بيجذبك انك تاخدها، حتى لو مش ايه الشكل بتاعها صراحه بيبقى جميل جدا. بيحاولوا يهتموا بالشكل قدر الامكان بحيث في الاخر انت ككاستمر بتاخد الحاجه الشكلها الجميل اللي من خلالها بتبقى انت سعيد انك اقتنيت حاجه زي كده. يبقى دي اول منفعه بالنسبه لنا من خلال التسويق، اول حاجه اسمها المنفعه الشكليه، انك تحصل على المنتج بتاعك بالشكل اللي يرضيك وبالدايمنشنز المناسبه اللي انت محتاجه. لو هنتكلم بعد كده حاجه اسمها المنفعه المكانيه، انت مثلا دلوقتي عندك وانت تحت بيتك كده اي سوبر ماركت، انت محتاج مثلا منتج معين مثلا زي الموجود مثلا في السوق من كده، مثلا نوع مثلا بسكويت مثلا، انت عندك اكتر من 100 نوع بسكويت، نتيجه المنافسه هتلاقي عندك وانت في مكانك هتلاقي ال 100 نوع قدامك، تقدر تختار يمين وشمال زي ما انت عايز. فدي منفعه ككاستمر بالنسبه لك بترجع لك نتيجه التسويق اللي موجود ما بين الشركات وبعضيها، يقدر يوفر لك كل حاجه وانت في مكانك، مش محتاج انك تروح ايه تتنقل ليها. ولو الشركات ما عندهاش القدره انها هتقدر توسع منتجاتها بتقع، عشان كده تلاقي معظم الشركات بيبقى ليها فروع في اماكن كثيره جدا، بتحاول تعمل دعايه بشكل قوي بحيث حتى لو انت مش عارف تجي لها هم يوصلوا لك المنتج لحد بيتك، في الاخر انت وانت قاعد في مكانك تلاقي المنتج يقدر يجي لك في النهايه. ودي من هنا يعتبر المنفعه المكانيه الخاصه بعمليات التسويق. لو اتكلمنا عن المنفعه الزمنيه، هنلاقي برضو التسويق من خلاله بدأ يوفر لك بعض المنتجات الغير متوفره في الموسم بتاعها. يعني مثلا نتكلم على بعض المحاصيل الشتويه تلاقيها موجوده عندك في الصيف، او موضوع بعض المحاصيل الصيفيه تلاقيها موجوده عندك في الشتاء. ده الهدف ان هو بياخد الحاجات دي بيحاول يخزنها بشكل معين بحيث في الاخر يقدر يوزعها لك خلال طول السنه الموجوده عندك. ودي هو بالنسبه لنا منفعه زمنيه من عمليه التسويق للشركات وكمنافسين بعضهم، بحيث في الاخر كل واحد يقدر يحصل على اكبر قدر او اكبر حصه في السوق بالنسبه له. لو هنتكلم على المنفعه بتاعت التملك او الحيازه، هتلاقي بعض الشركات طبعا نتيجه المنافسات بدات تطلع لك المنتج بشكل قيم وجميل ويديك بسعر منافس، ويقدم لك خدمات معينه بالنسبه لك، خدمه ما بعد البيع والحاجات دي كلها، بحيث في الاخر تتمتع بالمنفعه بتاعت التملك بتاعت حاجه معينه. وتقريبا دي كده يعتبر الحاجات الاساسيه الخاصه النهارده في محاضره النهارده ان شاء الله. يعتبر بس اتكلمنا كده بشكل عام على تطور الفكر التسويقي بشكل عام، وقلنا في اربع سياسات او اربع فلسفات للتوجه بالتسويق. اول فلسفه خالص كانت خاصه بالمنتج نفسه والانتاج، بعد كده اتطورت للبيع والمبيعات نتيجه الحجم بدا يزيد معاهم، بعد كده بدات تخش عمليه التسويق لان حجم المبيعات برضو بقى زاد لحد معين، لازم لو عندهم في مشكله ما برضو في منتجات عندهم بتوع شاطرين لكن في الاخر المنتج مش بيتسوق. لما حللوا الدنيا قال لك طب احنا ناخد راي الكاستمر بتاعنا ونشوف ايه حاجاته بحيث في الاخر اوفر له المنتج بتاعه، وبدات هنا تنمو فلسفه التسويق بحد ذاتها. بعد كده بدا فلسفه التسويق بالمفهوم الاجتماعي، بحيث يبقى المنتج اللي بينتج لك في الاخر ككاستمر منتج محافظ على البيئه، حميك من اي اخطار، وفي نفس الوقت بيعمل لك ساتسفاي للاحتياجات بتاعتك والرغبات اللي انت محتاج لها. اتكلمنا برضو في نهايه المحاضره بتاعت النهارده على المنافع اللي بتعود عليك ككاستمر من خلال عمليات التسويق، وقلنا عندنا في اكتر من منفعه بتعود عليك ككاستمر من التسويق. المنفعه الشكليه ان بيبقى المنتج بشكل كويس بيرضيك بشكل عام، لو في مشكله بيحاول يعدلك الشكل بتاعه. منفعه زمنيه ممكن يوفر لك المنتجات مش في الزمن بتاعها او مش في الوقت بتاعها في وقت اخر. منفعه مكانيه بيحاول يجيب لك اي حاجه انت في مكانك مش شرط انت تروح تدور عليها. دلوقتي عن طريق النت ممكن يطلع عندك 200، بالنسبه لك تلاقي في الاف من المواقع الموجوده عندك،
مجرد بتعمل كونتاكت معاهم هم يتواصلوا معاك ويبعتوا لك المنتج لحد البيت. احيانا بيبقى فري اوف تشارج، احيانا بيبقى في نسبه معينه لنتيجه الشحن بتاع المنتج نفسه حسب السياسه اللي هم بيتبعوها. بس في الاخر انت وانت في بيتك او انت في مكانك الحاجه بتقدر توصل لك وانت من غير اي مجهود بالنسبه لك. اخر حاجه خالص بنتكلم عليها ان هو بدا يديك منفعه ثانيه، موضوع عمليه التبادل ما بين الكاستمر والمالك نفسه او المنتج نفسه، بحيث انك تتملك المنتج في السرعه تعمل فيها زي ما انت عايز في النهايه خالص. يعتبر كده دي محاضره النهارده ان شاء الله، ولو في اي حد عنده اي استفسار عن اي نقطه ولا حاجه احنا ممكن نتكلم مع بعض دلوقتي. في حد عنده حاجه مش واضحه بالنسبه لمحاضره النهارده ان شاء الله؟ مستأذنك بس في البي دي اف او هبعتها لكم ان شاء الله النهارده على الجروب باذن الله تعالى. ماشي، تسلم. المحاضرة الجاية نشوف بقى دكتور. موضوع التسليم، اتفضل يا حبيبي اتفضل. دكتور، هو حضرتك المحاضرة بتاعت النهاردة دي تعتبر الثانية اللي حضرتك شرحتها دي؟ الثانية. الأولانية كنا بنتكلم، الأولانية حضرتك بعت لنا بي دي اف التسويق. أيوه بالظبط كده. أنا ما أعرفش بعتها لكم ولا لا، هشوف لو بعتها. لو بعتها مش بعتهاش هبعتها لكم النهاردة. حضرتك الأولى بعت لنا اللي هي بتحرك بتاع فيها مفهوم وتعريف التسويق. أيوه تمام، ابعتها تاني يا دكتور. خلاص ماشي، هبعت لكم محاضرتين تاني ان شاء الله النهارده. طب يا دكتور، دلوقتي كان في حد سال على الجروب ان حضرتك الامتحان انجليش واحنا كده، ولا اللي حصل معايا الكورس ده مثلا هنجاوب بالعربي ولا امتحان؟ هقول لك دلوقتي، انا دلوقتي انا الكورس ده تقريبا رابع سنه بدرسه. اول جروب كنت جينا ندرسه بالانجليش لقيت في عنده مشكله مع ناس كتير، وقال لي يا دكتور ايه خلونا بالعربي. بس انا بالنسبه لنا عشان عندنا رولز في الكليه لازم الامتحان يبقى بالانجليش، يبقى الامتحان نفسه بالانجلش. عايز تجاوب بالعربي بالعربي براحتك، عايز تجاوب بالانجلش براحتك، عايزين الماتيريال بالانجلش هحاول اجيب لكم ماتيريال بالانجلش زي ما انتم عايزين. واضحه كده بالنسبه لكم؟ هو الماده نفسها المفروض انها بالانجلش، بس عشان خاطر كان في ناس قبل كده اول ما درست الكورس ده وكان عندهم مشكله في اللغه قال لك نخليها بالعربي. فانا خليت الكورس بالعربي كشرح كمحاضرات. في بعض الاسلايدز ممكن اخليها لكم بالانجلش عشان الاكسبريشنز بتاعتها بشكل عام. الفاينل اكزام بالنسبه لنا الامتحان هيجي لك بالانجلش، عايز تجاوب بالعربي جاوب، عايز تجاوب بالانجليزي جاوب براحتك. ممكن يا دكتور الماتيريالز تبقى انجلش وعربي على اساس يبقى قدامنا الحاجه اوبشنال يعني لو فيهاش تعب يعني؟ لا هحاول اجهز لك، اصل المشكله بس كان عندي في اللاب بتاعي كان حصل عليه مشكله حاطه من بره بوظ الجهاز كله. فانا هشوف بس الماتيريالز الموجوده عندي، لو في حاجه انجلش هبعتها لك. حاضر ان شاء الله. يا شباب ولا طب يا دكتور لو سمحت، بخصوص اعمال السنه يعني تمام. انا مش فاهم نظام الماده ماشي ازاي. انا قلت هيبقى في عندكم تو كويز ان شاء الله، واحد ب 10 وواحد ب 10. في عندكم امتحان ترم ب 20 تمام. هيبقى في عندكم برزنتيشن، هتعملوا تقرير وبرزنتيشن، هتقسموا نفسكم في جروبز. مثلا الجروب مثلا ماكسيموم كله يبقى 7 افراد، ما نزيدش عن كده. هيبقى التقرير عليه 5 درجات والبرزنتيشن عليها 10 درجات. ال5 درجات الفاضلين دول بقى انشطه مثلا، مع مثلا حاجات مثلا في المحاضره، في حاجه سريعه بطلبها، الاكتيفيتيز بتاعتكم بشكل عام. هشوف هعملها بقى على يعني على المحاضرات الاساينمنت عندنا، ممكن هنشوف هنعملها نظبطها ازاي. فاضل الخمس درجات بس. اتفضل. كده في كويزين، كل كويز ب 10. ايوه. والميد ده ب 20. ايوه. في برزنتيشن هتعملها كجروبز هتبنيها مع بعض ب 10. في 5 بالتقرير. ايوه. في 5 على الاتندنس مع الاكتيفيتيز بتاعت المحاضره بتاعتك. 5 على الغياب يعني. تمام كده يا شباب. دكتور في حد سجل المحاضره؟ المفروض انا المحاضره شغاله، احنا مسجلين، احنا بنسجل. هنخلص كده وابعت لكم المحاضره التسجيل بتاعها ان شاء الله. دكتور بس اسمعك، نخليها اونلاين يعني على قد ما نقدر. والله عشان بس الاداره الكلام بس من هو، بس عشان بس انا حصل معايا مشكله واستسلمتهم، هي بس المحاضره دي بس كده، وهنشوف بعد كده الدنيا نشوف ماشيه ازاي بعد كده ان شاء الله. هو بس انا لاحظته بس ان احنا في الجروب حوالي 100 وشويه في الجروب، فاكيد انتوا كمجموعه بتسمعوا على مجموعتين مش مجموعه واحده. انا كلمت الاداره مش هينفع كل دول مجموعه واحده اساسا يعني. فهتتقسم على مجموعتين وهنشوف بعد كده ننسقها زي ما مع بعض باذن الله تعالى ان شاء الله. مجموعتين في نفس اليوم ولا في نفس مختلفة؟ اليوم. نفس اليوم ان شاء الله. المجموعه الثانيه في يوم ثاني يا دكتور.
ولا ايه؟ يوم تاني انا لسه اصلا مش عارف لسه الظروف عامله ازاي، انا لسه اليوم ده اصلا بالفعل مفضي نفسي تماما للكليه، فمواعيد لسه تانية لسه مش عارف انسق مع لسه مش عارف هيبقى ماشي ازاي. السبت او الخميس. هشوف كده لو هينفع الخميس، هشوف لو في امكانيه الخميس، بس لسه لغايه دلوقتي انا مظبط طبعا يوم الثلاث. في آخر اليوم يعني، زي ما يكون حضرتك خلصت مصالحك كلها. طب هشوف كده ان شاء الله وربنا ييسرها باذن الله تعالى ان شاء الله. لو ينفع السبت يا دكتور يعني يبقى أفضل يعني. برضه السبت ماشي في آخر اليوم خالص يا دكتور. لأن الخميس أنا عندي هيت اكستشينجر في آخر اليوم. يا جماعة. بس ده بعد إذن الدكتور، ما يمنعش الميعاد الأساسي بتاع التلات عشان في ناس مجهزة نفسها على التلات. لا لا لا، التلات اللي عايز يحضر التلات مفيش مشكلة، لو عامل تلات في مشكلة هنشوف يوم تاني ان شاء الله. إن شاء الله دكتور. يا ريت يا دكتور، أنا عندي مشكلة في يوم التلات، خليها الخميس أو السبت. هشوف لسه كده بس مع الإدارة وربنا يسهل إن شاء الله. أصل أنت ممكن عندك بالنسبة لك أنت مناسب، غيرك مش مناسب برضه. ماشي ماشي لسه ماشي هنشوف بس بشكل عام وربنا يسهل إن شاء الله تعالى. خلينا إن بس شاء الله الموضوع دكتور. في موضوع الأسم ده، خليها على يوم الثلاثة أو الخميس بالآخر النهار، تكون حاجة خلصت المصالحة كلها يعني. بإذن الله هنشوف ربنا يسهلها إن شاء الله تعالى بإذن الله. ماشي دكتور، حضرتك الميعاد الجاي حضرتك هتعرفنا بيوم الاثنين إذا كان أونلاين أو إذا كان في لا لا الكلية. لا، هو الأسبوع الجاي إن شاء الله في الكلية إن شاء الله. طيب الأسبوع الجاي تمام في ماشي الكلية إن دكتور. شاء الله. خلاص هي بس ماشي. ده بدل يوم الثلاث اللي فات، يعني النهارده بدل الثلاث اللي فات، لكن الثلاث الجاي ان شاء الله في ميعادنا باذن الله تعالى. الاسايمنت هيسلم الاسبوع الجاي يا دكتور؟ باذن الله تعالى طبعا ان شاء الله، بس انا طلبت اسايمنت في التسويق. لا يا دكتور حضرتك ما طلبتش، ما عشان كده كنت اسال حضرتك ما طلبتش. اقتصاد، انا طلبت في الاقتصاد مش في التسويق. حضرتك طلبت في الايكونوميك. تمام. ماشي اوكي، ماشي يا شباب. في حد عنده اي استفسار ولا حاجه؟ لا لا، شكرا شكرا يا دكتور، شكرا، شكرا ألف شكر، شكرا، توفيق إن شاء الله.